كابتن طه، لما توليت تدريب النادي الاهلي كان معاك الدكتور عمرو بن مجد سنه 85 86، احنا بعض اللاعبين قلنا ان كابتن طه جاي تعليمات من الاداره انك تبطل اللعيبه الكبيره وتبدا تعمل تيم جديد. احكي لنا على 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 القصه دي كلها كده في 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 توتالا سريع. اولا هو ما فيش حد من الاداره كلمني على ان بطل لعيبه ولا حاجه، يعني في تلميحات مثلا لكن انا ما حطيتهاش في الاعتبار خالص. على اعتبار ما فيش في الكوره حاجه اسمها بطل لعيبه واجيب لعيبه. هل في مدرب ممكن يبطل لعيبه يا كابتن؟ في مدرب يبطل لعيب موجود عنده معتمد عليه؟ استحاله. واحد بيفيدني ابطله ليه؟ مظبوط. لعيب بيديني ابطله ليه؟ العمليه مش موضه ان انا اجيب لعيبه صغيرين ولاعبهم. وبعدين حتى لو انت عايز تعمل جيل جديد لابد يكون في ركائز موجوده من الجيل القديم، اكيد ياخدوا بايديهم لحد بالتدريج يسلموا بعض تطعيم. انما ما ينفعش ابدا اجيب فرقه مثلا كلها 20 سنه. مين هيساعد مين؟ دي حقيقه، كلهم مش هيساعدوا بعض. دي حاجه، نمره واحد. نمره اتنين، دول هيجي عليهم وقت يبطلوا كلهم مع بعض ويعملوا لي مشكله. خد بالك، دي نمره اتنين. لكن تمثيل الاجيال مطلوب، يعني الفريق اللي عندي لازم يبقى فيه لعيبه خبره، ثلاث اربع لعيبه خبره، ولعيبه بنسميهم النضج اللي هم من 25 ل 28 سنه، ولعيبه شباب عشان يجروا كتير. دي لازم السلك دي تبقى موجوده. كله بيشيل بعضه. بمرور الوقت لعيبه الخبره دول هيبطلوا بعد اربع خمس سنين وهكذا، هيدخل بلعيبه اللعيبه النضج دول هيبقوا خبره والصغيرين وهكذا. لابد الفريق يبقى ده التشكيل بتاعه. انا ما ينفعش التشكيل نعمل الفريق كله ناشئين ويبطل لواحد، اولا هم مش هيساعدوا بعض، نمره اتنين هيبطلوا كلهم مع بعض وبعد كده تلاقي فراغ كبير جدا عشان تعمل فرقه تانية جديده. فمقوله ان تبطل حد دي عمليه صعبه. اللي حصل، انا عشان برضه ابقى واضح معاك على وجه الخصوص، انا انت وانت موجود انا كنت عايز الاعب ايمن شوقي. مظبوط. ولذلك قلت لك يا مصطفى انت ما اقدرش استغنك عنك اطلاقا، لكن في اثناء شغل هندي فرص لايمن عشان عايز. وقلت لي وانا متقبلت لها تقعد احتياط، ودي انا بعتبر ده انا بقولها في كل مجال، ربنا يكرمك، ان كابتن كابتن بحق، لان عارف مصلحه الفريق وفي نفس الوقت انا ما بخسوش. لدرجه انا اذكر مره قبل ما نلعب ماتش سجاره في القاهره، احد الناس كتب قال لك الفرقه 54 سنه، كل ثلاث اربع لعيبه 54 سنه يلعبوا ازاي؟ كلام عليك انت. لعبت انت في الماتش ده وعملت اعجاز؟ قال لك الراجل ده رجع 10 سنين ورا. يعني هو رجعهم ازاي؟ دي امتى رجعهم؟ فانا بكلمك الكوره ما فيهاش صغير وكبيره، اكيد انت عند القادر للعطاء ممكن، اما استراتيجيه تكوين فريق هي دي النقطة المشكلة. أولا ده بيبقى مشروع محتاج مدرب هيقعد أربع خمس سنين. نعم. ده المشروع بتاعه. والنادي يديله الفرصة لتحقيق هذا المشروع، يعني مثلا النادي الأهلي ممكن يجي عليه وقت من الأوقات يقول ستوب، أنا كسبتك وبكسب كل حاجة. نعم. لكن النهاردة أنا عايز أبني فريق جديد. عندي من الموجودين فلان وفلان 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 ناضجين وكويسين يفضلوا. عندي شباب موجودين في انديه اخرى بجيب فلان وفلان وفلان اللي هم بتوعي وموجودين. اجيب اربع خمس لعيبه اجانب كويسين جدا، ودي بقى المشروع بتاعي. نجحت فيه سنه، ما نجحتش مفيش مشكله. نعم. لكن بعد كده هنجح. السنوات اللي جايه هنجح بقى. في تخطيط. بالظبط. لكن ما ينفعش اقول والله انا هاجي ابطل لعيب ودي عمليه مش مظبوطه. يعني انا باخد مثلا على لويس انريكي في فريق اسبانيا. هو ما خدش سيرجيو راموس بدعوى ان هو الفتره الاخيره يمكن ما لعبش مباريات كتير وحاجات من هذا القبيل. بصرف النظر هو ما خدش حد من ريال مدريد، ما دي برضه في ناس شايلاها منه، لكن انا ما ببصش لدي. هو بيختار الاصلح وفريقه اللي اختاره كلهم عناصر كويسه جدا وممتازه جدا. لكن سيرجيو راموس قادر على العطاء، اكيد، وخبره، قائد وبعدين فعال في الكورنرز، بيطلع وبيجيب اجوال، فرق معاهم في البطوله دي. بيطلع ويجيب اجوال في الكورنرز، في الفاولات بيطلع، بيغطي على زمايله كويس. بالظبط، بيلعب اللعيبه اللي ورا كلهم بيلعبهم. نعم. انا مش شايف اي زياده زادت في عدم وجود ان انا لعيبه شباب اللي موجودين عادي، لعبوا عادي، انا ما شفتش حاجه. نعم. لكن هو بيطفي دي من ضمن الحاجات. ولذلك يعني انا بقول يعني بني ادم عمره ما هيلتفت لناس تقول والله انا عايز ابطل لعيبه ولاعب لعيبه وكلام من هذا القبيل، الا انت بتشوف الاصلح وفي نفس الوقت في ضوء استراتيجيه الفرقه اللي ممكن تستمر لامتى
بفريق مجدد يعني.